صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر موطني على شاشة قناة الصحة والجمال، مقدمته لكم الدكتورة هبة طلحين. النهاردة في معانا بدل العيد عيدين، النهاردة العاشر من رمضان. طبعا بنهنئ الشعب المصري وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش والشرطة والشعب المصري كاملة بهذا اليوم العظيم بالانتصار العظيم لمصر. وكمان التهنئة الثانية ان بكرة ان شاء الله يوم 21 عيد الام. كل سنة وكل ام بجد تعبت وسهرت وشقيت على اولادها بكل خير وصحة وسعادة. واول تهنئة لامي طبعا استاذة كاميليا خليفة، ربنا يخليكي ليا يا ماما، وبجد انا تعب يعني تعبت كتير في حياتي، يا رب دايما تبقي موجودة معايا ومنورة دنيتي كلها. والتهنئة التالتة الغالية جدا للقائد والريس وبجد اخويا الاكبر، معانا صورة استاذ جمال عبد العظيم رئيس تحرير قناة الصحة والجمال، الصورة معانا جاهزة في الكنترول. طيب استاذ جمال بجد يعني انا اتعلمت من حضرتك كتير، وانا سعيدة جدا ان انا بشتغل مع حضرتك وان بتعلم منك كل يوم. صحيح عيد ميلادك كان يوم 17 بس يعني لمواكبة ميعاد الحلقة، فالنهاردة أنا جاية عشان أوجه لحضرتك كامل الاحترام والتقدير والتهنئة، وإن شاء الله صورة أستاذ جمال هتظهر معانا على الشاشة بعد قليل. طيب إحنا النهاردة عايزين نتكلم بجد، أنا ببقى في كل حلقة من برنامج مصر موطني ببقى سعيدة إن أنا بجيب نماذج إيجابية شابة مصرية بصدق، ولكن ما بيركبوش الترند، بيشتغلوا على نفسهم وفعلا بيحققوا نجاح وشهرة وصيت في مجالهم، وخاصة إن هم شباب لسه في مقتبل العمر، ولكن عندهم إدراك وعقل راجح لإن إزاي يبني حياته ويبني بصمته على أرض ثابتة وما يغروش مغريات الشهرة والنجومية، ولأ أنا ممكن أتنازل ولأ أنا ممكن أقدم تنازلات عشان أحقق حلمي وأحقق اللي أنا عايزة أوصله. لأ معايا النهاردة ضيفين جمال جدا، شباب شاب وشابة، بجد انا سعيده بوجودهم معايا. نبدا بليدس فيرست طبعا بالبلوجر الجميله المشهوره استاذه نورهان المسلمي، بنرحب بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وارحب بالساده المشاهدين وارحب بحضرتك والبرنامج الجميل باذن الله. حضرتك نورتيني وشرفتيني، وطبعا الضيف الاخر اللي منورني مشرفني وده تاني لقاء ليه معانا، كابتن عماد هشام علام، لاعب كره القدم وصاحب براند ملابس رياضيه اي اتش، بنرحب بيك يا كابتن. ربنا يخليك. تسلم. وسعيده ان ده تاني لقاء لينا يا والله محضرتك. وانا اسعد. طيب اعزائي المشاهدين عايزين نبدا كده مع استاذه نورهان، وعايزاكي تعرفي نفسك اكتر ومشوارك كبلوجر مشهوره للساده المشاهدين. اول حاجه احب ارحب بالساده المشاهدين. تاني حاجه حابه اعرف نفسي، انا نورهان المسلمي بلوجر، خريجه اداب فرنساوي، وحاليا بعمل دراسات العليا في الاعلام، واخده كورس من المجلس الاعلى للصحافه والاعلام، بقالي 4 سنين شغاله في مجال البلوجر، وان شاء الله حبيت ان هو يكون هوايه، هو هوايه بدا معايا كهوايه وبعدين حب ان هو يكمل كدراسه، فعشان كده ماشيه في خطوه الهوايه والدراسه مع بعض عشان ان شاء الله يبقى الشغل طالع بكواليتي، وان انا عارفه اعمل اعلان صح، عارفه ان انا بتكلم على البراند ازاي من اول اي حاجه لحد كل حاجه ان شاء الله. تمام. طيب احنا هنكمل طبعا حديثنا، بس صوره استاذ جمال معانا لازم تظهر، لان استاذ جمال كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلادك، وبكرر تاني انا سعيده بجد بشغلي معاك وتعلمت منك كتير يا ريس. طيب نرجع بقى لكابتن هشام، كلمني بقى اكتر برضو، ذكر الساده المشاهدين بما شاء الله انت نجم في مجال كره القدم، نجم كشاب لسه في مقتبل عمرك وقدرت تحقق براند خاص بيك، خط انتاج خاص بيك في الملابس الرياضيه، ذكرنا والساده المشاهدين بيك يا كابتن. انا عماد هشام، لاعب كره قدم وصاحب براند ملابس رياضيه، وعندي مصنع ملابس، بلبس بعمل ملابس للانديه والممثلين، وايه تاني؟ وبعمل بصدر شغل بره مصر في السعوديه وفي الكويت، وان شاء الله يعني في حاجات تانيه اعلن عنها شويه باذن الله. هنرجع ليك يا كابتن ونقول قد ايه انت كنت مؤثر في شباب جيلك، ولكن ننتقل للبلوجر استاذه نورهان المسلمي. كونك كبلوجر او حد مشهور على السوشيال ميديا ده جعل على عاتقك مسؤوليه انك لا لازم لما اجي اعمل ريفيو عن اي براند خاصه بالملابس، عن اي مطعم، لازم اقول الحقيقه
اللي انت بتحطي الشرط ده لصاحب المطعم لصاحب البراند، تقولي له ايا كانت الجوده الخاصه بمنتجك هقول الحقيقه. اكيد طبعا، انا اهم حاجه عندي المصداقيه، دي الصله اللي بيني وبين المشاهد او المتابع، المصداقيه. فانا بحط نفسي مكان المتابع او المشاهد في حته ان انا بروح البراند نفسه اجرب الحاجه، اشوف المكان اصوره. احنا معانا طبعا فيديوهات من تجربة طبعا أستاذة نورهان، فيديوهات الفيديوهات اللي بتعملها. بالظبط كده، ان انا بروح اخد التجربة بنفسي واطلع اتكلم بعد ما اخد التجربة، ان انا رحت المكان كذا او جربت الشيء كذا او البرودكت كذا، وبطلع اتكلم عليها بناء على تجربتي دي، بناء للمصداقية اللي هي اساسي وما بيني وما بين المشاهد، ان انا اخلي بالي من المصداقية بتاعتي، ودي الصلة الوحيدة المشتركة اللي ما بيننا، والحمد لله محافظة عليها لحد الآن. يعني بتقدري بتحطي شرطك الخاص بيكي ان لا مهما كان العائد المادي، لا لازم ان انا اقول الجودة بالطعم الخاص أكيد. بالمنتج ونظافة المكان والخدمة في المكان قد ايه ان هي بتبقى بيرفكت او لا. اكيد طبعا، انا اهم حاجة عندي زي ما قلت لحضرتك المصداقية، الا وهي ان دي الصلة الوحيدة المشتركة بين المتابع، لو فقدتها فهو خلاص هيثق فيها يعني فين بعد كده. فالمصداقية دي اساس اي حاجة عندي، ان انا اطلع اقول كل حاجة بيرفكت، وبعرف صاحب براند كده ان انا لازم اقول ده واحد اتنين تلاتة الوحش قبل الحلو، بعرفه هو شخصيا يحسن من الجودة، واطلع اقول على حاجة اتنين تلاتة دول اللي كانوا بيرفكت في الموضوع. يعني انت بتحاولي تحسني الاول قبل بالزبط. ما تعملي لا الإعلام. لازم قبل ما اطلع من المكان اكون معرفه صاحب المكان او البراند عامه ان في واحد اتنين تلاته خلي بالك من الموضوع ده، لازم نطور في الموضوع ده، هكذا يطور من منتجه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما اكونش عرضت عن اي حاجه، لا عرضت عن الحاجه المفيده الحلوه اللي عجبتني في المكان فقط لا غير. بس كده. جميل جدا. طيب نرجع مع كابتن عماد ونقول في سؤال مهم جدا يا كابتن كان بجد بيطرق الى ذهني من الحلقه اللي فاتت. والله يا كابتن، كونك نجم لاعب كرة وكمان بقيت مشهور بالبراند الخاص بيك لإنتاج ملابس رياضية، يعني خط إنتاج خاص بيك وسنك صغير، هل ده بيجعلك داعم وحافز لكل شباب جيلك؟ ورد ليك إن في شباب بيخشوا على الصفحة بيقولك إحنا نفسنا نبقى زيك؟ دي حقيقة بتحصل. بيقولي مثلا أنت بقيت كده إزاي؟ وصلت للناس دي إزاي؟ أنا على طول عندي على الإنستجرام على طول قاعد مع مشاهير، فوصلت لهم ازاي؟ عملت كده ازاي؟ المقومات مثلا اللي ساعدتك، كان في ليك داعم، كان في حد بيقف جنبك، كل ده بيسالوك عليه وبتجاوبهم؟ والله انا بصي بدل ما في حد مثلا محتاج مني حاجه وانا اقدر اساعده بساعده. والله يعني ما حد يطلب مني حاجه والحاجه دي انا في ايدي اعملها بعملها له، اقسم بالله كده عشان ربنا يكرمنا يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. وناس كتير يعني، وبنقف جنب ناس كتير الحمد لله، لازم كلنا نقف جنب بعض. بس شعور حلو يا كابتن ان لا يعني انا بقيت مؤثر، وخاصة ان انت بتشتغل مع الفنانين ومشاهير من كافة المجالات. انا شايفة صور الكابتن مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا، انا كل خمس دقايق بلاقي صورة مع نجم في مجاله. كلهم اخواتي طبعا يعني، استاذ جلال الزكي طبعا ممثل كبير طبعا، ده اخ ليا طبعا، ووليد فواز طبعا ممثل بتاع عرب، وكابتن احمد جعفر، واسلام رشدي بتاع الاهلي، وطبعا كابتن امام الدولي، واحمد فريد طبعا. طب ايه اكتر بقى مسلسل عجبك في السباق الرمضاني؟ بصراحه انا متابعه حق عرب، اه احمد العوضي. احنا بقى في العلاقات لا 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 مسلسل جامد قوي على فكره. وطبعا احب طبعا الاستاذ جلال طبعا، ربنا يوفقك يا رب ويكرمك. النجم الكبير احمد العوضي، الممثل الكبير ده طبعًا. طبعا انا بحبه بصراحه. وربنا يوفق يا رب. احساس حلو يا كابتن ان انت بتسمع كلام مدح، بس مدح مش تطبيل، مدح بجد تستحقه، ان انت شاب ناجح، حد بجد بيفتخر بيك، حد انك بتكون مؤثر في حياة شاب تاني. احساسك حلو ده. اكيد طبعا، لما كنت طبعا انا شايف نفسي بتقدم خطوة عن خطوة كل شوية. يعني انا كنت فين وبقيت فين دلوقتي الحمد لله. يعني بحب الناس طبعا. طبعا الف حمد وشكرك يا رب. انا يعني في اي حتة بنزل، في اي حتة في القاهرة اكلم مثلا اي حد انا قاعد معاه. يعني من فترة كنت في الرحاب، كلمت طبعا فريد صاحبي ده مغني، صاحب ترند لو جه في رجوع انساني، كلمته وكان في السعوديه، قال لي انا موجود في رحاب، ورحت له واتسحرنا مع بعض وسهرنا. في اي وقت بكلم اي حد من الناس دي الصراحه بيستقبلوني وبقعد معاهم على طول الحمد لله. نسيت حد مهم يا جدع، نسيت باشمهندس مصطفى الصديق الصدوق ليك واللي نورنا في برنامج مصر موطني. لا باشمهندس كان اول معرفتي بالباشمهندس كابتن عماد، نسيته انت كده. ده في قلبي، ده كده كده اقوله في اخر حلقه. انا بهدي نفوس يا جماعه، انا بهدي نفوس رمضان. لا مصطفى اخويا طبعا، واشكره اللي هو طبعا على طول واقف معايا وفي ظهري، وهو بصراحه حد شخصيه محترمه جدا،
واحب اقول له طبعا يا مصطفى ربنا يوفقك يا رب ومن نجاح لنجاح يا حبيب قلبي، انت تستاهل كل خير والله. ربنا يبارك فيك والله العظيم. انا بفخر جدا بوجود شباب جميل زيكم كده بجد في مصر. حضرتك استاذه نورهان، عايزه اقول لك موضوع الشهره او السوشيال ميديا بدا معاك ازاي؟ بدا معايا ازاي؟ ان انا دايما كنت بحب البس ستايلات مختلفه، ستايلات غريبه عن سني، حتى كان كله بيقول في حاجه مختلفه في الاوت بتاعي. وكمان غير انا بلبس ستايلات مختلفه ان انا بحب اتصور جدا، فابتدى معايا بقى حته ان انا اتصور والبس ستايلات مختلفه، ان كذا حد يخش يقول لي ممكن الحاجه دي منين، الشيء ده منين، المكان ده فين، طب ممكن اعرف تفاصيل المكان، تفاصيل التصوير عامه. فابتديت من هنا ان انا اتشهر في حته ان دي حاجه مختلفه، دي حاجه انت بتعملي حاجه مختلفه، فاحنا عايزينك في الحته دي. وابتديت من هنا بقى الناس تطلبني في التصوير، وسي بقى براندات لبس، طرح، مطاعم، ابتدى البوينت من هنا ان في حاجه مختلفه عندك فاحنا بنحب نشوفها. انا في سؤال جالي في الكنترول وانت بتتكلمي، بيقولوا لي أيوة. بجد هي ازاي عشان الفتيات اللي عايزين يبقوا بجد بلوجر، بس يبقوا بلوجر صح، بيبقوا على اسس سليمه، مش مجرد ان هي تعمل فرقعه فتركب الترند. عملتيها ازاي السؤال ده وانت بتتكلمي؟ عشان كده انا رديت عليهم. انا ما يهمنيش الترند على قد ما يهمني انا بقدم حاجه صح للناس، الا وهي زي مثلا لبس شيك محترم في سياق الدين بتاعنا، مطعم حلو مثلا يبقى برضو هيفيد الناس. ما يهمنيش ركوب الترند وانا ما بعملش الترند دي صراحه، يعني اي ترند بيطلع انا ما بعملهوش، بالعكس انا لو شايفه حاجه مناسبه ليا بعمله، لكن لو مش مناسب انا ما بعملهوش. حتى كله بيستغرب يقول انت مش المفروض بلوجر، انت ليه مش ماشيه ورا، انت ازاي ما عملتيش ترند كذا؟ اقول لهم يا جماعه انا مش عايزه اعمل ترند، انا مش عايزه البروبا جامده، على قد ما يكون في ناس اطفال كتير قوي متابعيني، في اندر ايدج كتير متابعيني، فليه انا اخليهم يمشوا ورا الترند من صغرهم ورا حاجه غلط وحرام؟ فلا انا اخليكم ماشيين في الصح، لابسه طقم شيك ممكن، رايحه عايز تخرج مع صحابك في مطعم حلو ممكن، برودكت معين هيفيدك في بشرتك في جسمك في شعرك هكلمك عليه. لكن مجرد ركوب ترند لا، ما بمشيش ورا الترند خالص. يعني نقدر نقول عندك اكتفاء ذاتي بكل خطوه انت بتخطوها، حتى لو كان المشوار طويل، بس البصمه اللي بتسيبيها بصمه ثابته كده على الامد الطويل. دي حقيقه. قولي لي بقى ازاي بيتم الاتفاق معاكي بينك وبين اي ممول، اي صاحب براند خالص، يعني زي كابتن عماد كده؟ ايوه انا شفت لك تيشرتات خاصه بخط انتاج كابتن عماد. دي حقيقه فعلا. بيتم ازاي؟ بيديك السلري طبعا، مش هنقول السلري طبعا على العام، بس قولي لي مثلا الديل بيتم ازاي؟ الديل بيتم ازاي؟ ان مثلا صاحب براند بيبقى شايف الصفحه او البيدج عندي عامله ازاي، سواء على الانستجرام او الفيسبوك، فعلى اساس ده يخش يكلمني، انا حابب اعمل الفكره كذا، حابب اعمل زي كذا، عنده فكره بنفذها له معينه. طبعا بنعمل سيناريو ونقعد ونخطط ونرسم فكره معينه. فيديوهات برضو معانا تاني على الشاشه بالظبط. ده كان كلينك بصوره. الحمد لله انا تصويري في اي حاجه، كلينك، مطاعم، براندات لبس، طرح، اي حاجه تصوير عامه بصورها. فصاحب البراند عامه بيكلمني بعد ما يكون شايف الصفحه، حابب يشوف يستقر ما بينه وبين نفسه، حابب يعمل حاجه جديده هنعملها مع بعض عادي جدا. ولو حابب يعمل حاجه زي معموله من عندي قبل كده بنعملها برضو عادي جدا. فبناء عليه بنتم يعني بيتواصل مع حضرتك عن طريق اللينك الخاص على الانستجرام او الفيسبوك، وبرد عامه على اي حد اول باول. وهكذا برضو حاطه كيو ار كود بحيث ان يعملوا سكان على طول ويخشوا يشوفوا البيج ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بجد انت بتبقي مبسوطه طبعا. اكيد يعني طبعا انت بتبقي مؤثره، ومؤثره تاثير ايجابي. بالظبط. ده بيفرق معايا جدا ان الاقي حد يخش يكلمني يقول لي انا رحت المكان كذا وجربته حلو قوي، انا جربت البرودكت كذا ونفعني، انا بنبسط ما بيني وبين نفسي جدا جدا. فده تاثير حلو وعاد عليا بالايجاب، وبخليني اتشجع واكمل مع المكاسب المعنويه. اكيد طبعا بيخليني اتشجع جدا جدا. في ظروف تقولك لا مش كفايه، لا مش لازم، ملهاش لازمه، لا، بس في حاجات تانية بتيجي قدامك تقول لا كملي، الموضوع لازم. بمناسبه بقى ان الشباب اللي معايا النهارده في الاستوديو والمنورين في الحلقه بجد هم مش بس نجوم على السوشيال ميديا، بجد انا فخوره بيهم زي ما انا قلت في بدايه الحلقه. كابتن عماد، عايز اسالك سؤال مهم. بما انك مشهور ولك علاقات متعدده مع النجوم والمشاهير وبتديهم بالفعل من خط انتاجك الخاص، بيجعل لك احقاد، بتلاقي بعض الشباب الاصدقاء، بتحس ان في ناس مستخسره فيك الفرحه او النجاح؟ والله العظيم كتير. ده طالعه من قلبك قوي يا كابتن، طالعه من قلبك. لا بجد والله العظيم كتير. يعني في ناس مثلا مش حابين مثلا في الحته دي، ان الحمد لله زي ما انت بتقولي سن صغير، بس الحمد لله علاقاتي بناس اكبر مني ب 30 سنه و 25 سنه، بس الحمد لله بيحبوني جدا وفي وقت بكلمهم. بس هم اللي زي هم مش بيحبوني دول او مش بيحبوا الخير،
انا كده كده مش بفكر فيهم ورا ظهر على طول وامشي قدامي زي ما انا بفكر في مستقبله والحاجه اللي انا عايز اوصل لها، لكن ما ينفعش افكر فيهم، افكر فيهم هتعب. بالظبط، اهم حاجه انك بتشتغل على نفسك وده بيخليهم يعني الغيره تزيد عندهم اكتر. وانا كده كده مش شغلين، انا كده اهم حاجه مستقبلي والحاجه اللي انا بعملها، لكن هم ولا اي حاجه يشغلوا، هم في ظهري على طول. طيب التصميمات يا كابتن الخاصة بالمنتج، طبعا انا نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا، انا النهاردة لابسة الشميز او السويت شيرت الخاص بكابتن عماد هشام علام، وطبعا اللوجو موجود، وميرسي جدا يا كابتن على الهدايا الجميلة دي، كل حلقة بيفاجئني بحاجات جميلة كده. التصميم يا كابتن او اللوجو اللي بتحطه على منتجاتك، مين اللي بيصممه لك؟ في حد عندك خاص ديزاينر خاص ولا انت اللي بتبقى مشرف على التصميم ده؟ لا عندي حد خاص، عندي شريف اشرف ابن خالتي، هو ما شاء الله حد كويس جدا في الديزاينات. ده حد محترف يعني في التصميم. شريف ما شاء الله ماسك لي الديزاينات كلها وعلى طول ماسك الصفحات بتاعتي. تمام، ربنا يوفقك يا رب. اللهم امين. طيب البلوجر نورهان مثلا، قولي لي هل الشهره والنجوميه خلتك تقبلي ببعض العروض مثلا انت مش راضيه عنها ولكن العائد المادي كبير؟ ما تعرضش عليا حاجه زي كده، او ما وقعتش في فخ ان انا يتحط في مكان انا مش عايزه اتحطه. اغراء الماده. ومش هيحصل معايا لاني انا بحب الشغل انا بعمله. بحب اروح المكان انا عارفه عايزه اصور ايه، حابه المكان، حابه تصويره، حابه روحه. فلا ما مش هتحط في اغراء زي كده اطلاقا، انا حابه تصويري، حابه عايزه اعمل ريفيو برواق معين كده. فلا ما مش هتحط في حاجه زي كده او مش هقبل بحاجه زي كده. طب حبك للشهره وللنجوميه دفعك انك لا انا عايزه ادرس اكتر، اتعمق وابقى يعني على درايه كامله بموضوع مثلا الميديا بالاعلام؟ دي حقيقه فعلا، انا كنت اداب فرنساوي، خريجه اداب فرنساوي، وحاليا بعمل دراسات عليا في الاعلام. ده بناء ان انا حبيت الهوايه وحباها وعايزه استمر فيها، فقلت لا يبقى هوايه مع دراسه. بحيث ان يبقى ميكس مع بعض، عارف بيطلع ايه، عارف بينتج ايه، شغله ايه، حد فاهم بيعمل ايه كويس. فانا حبيت اكون الميكس ده، ان انا اكون فاهمه بعمل ايه او بتكلم في ايه. فده شيء خلاني ان انا ان شاء الله اوصل لمرحله الدكتوراه كمان في الاعلام باذن الله. ان شاء الله طبعا. ان شاء الله. طب هل بتعملي موضوع المسابقات بقى اللي بيبقى طالع الايام دي على السوشيال ميديا؟ كل مثلا منتج لا بيعملوا مسابقات والناس بتبدا يحصل اختلافات، تقول لك لا ده يعني زكت ناس تبعها، لا ده احنا شيرنا كتير وما كسبناش، ولا لا؟ المسابقات دي انا اللي بعملها، لو البراند نفسه حابب يقدم مسابقه او جفتات للمتابعين عندي. بختار المسابقه ازاي؟ عامه بنزل البوست صريحا كده، يعملوا كومنتات، اطلع قدامهم بالكومنتات علنيا، الكاميرا الموبايل الكاميرا، وبقلب قدام الناس عملي، واقف كده من غير ما اشوف. هكذا بنختار الفايز، وعملي قدامهم بحيث ان محدش يقول دي اخذت حد ومش اخذت حد والكلام ده كله، او فين المسابقه او فين الفايزين. فلا انا بطلع قدام الكاميرا عملي، قدام بفتح الكومنتات وبختار عشوائي من قدامهم. ده بيبقى المصداقيه بتاعتي في كده الصراحه. اكيد، وطبعا فرحه الناس اكيد تبقى جامده جدا. انا بحب اعمل المسابقات دي عشان فرحه، انا بحب فعلا افرح الناس جدا جدا، وده حاجه بسيطه انا بقدر اقدمهم لهم من شغلي ان شاء الله يعني. وشعور جميل اكيد طبعا. أكيد. طب كابتن عماد، لو بالنسبه ان انت عملت او فكرت تعمل ديل مع الانديه الخارجيه مثلا خارج مصر، مع اماكن بتبيع الملابس الرياضيه يعني براندات معينه خارج مصر، ولا ما فكرتش تعمل الموضوع ده؟ لا عملت في السعوديه وفي الكويت. عملت في السعوديه مع نادي حقل في السعوديه وفي الكويت. طبعا بعت شغل، طبعا كنت بتعامل مع براند اي كي طبعا بتاع اخويا وحبيبي طبعا احمد خالد الشايقي، ده اخويا انا وحبيبي، كنت بنعمل على طول شغل مع بعض في الكويت وكده بالبراند بتاعه اللي هو اي كي قبل ما انا اعمل اي اتش. يعني مثلا هو بيعرض عندك مثلا في مصر البراند بتاعه وانت بتعرض عنده البراند بتاعك في المملكه، في المملكه العربيه السعوديه. هو بيجيب شغل مثلا عندي هنا في مصر، اجيب شغل هناك في الكويت، وبنمشي بعضينا. في الكويت ولا في السعوديه؟ لا في السعوديه، ده نادي. انما في الكويت ده حد عنده براند زي ما قلت لك احمد خالد الشايقي، عنده براند هناك، بنبعت شغله مثلا، بعت له شغل مثلا اي كي وانا بعت له شغل اي اتش. وبيبقى الاسعار ايه يا كابتن؟ لا الاسعار بصي العمله يعني ايه بتختلف. عمله بره. طب يعني ممكن نقول الخامات يعني بصدق، خلينا نبقى احنا في رمضان يا كابتن والكبده حرام. فهل الخامات المحليه صناعه مثلا محليه غير الخامات اللي بتيجي من بره، بتبقى استيراد، بتبقى مثلا طبعاً درجه طبعاً اولى؟
طبعا بتفرق طبعا. انا يعني ان شاء الله بفكر اصلا، احنا جايين برضو كنت بكلم مع حد بفكر اجيبه، يعني لسه بقول هجيبه قماش ان شاء الله من بره، ان انا عشان شغله كله محتاج قماش من بره، ان انا معظم يعني التيشيرتات اللي بيلبسوها عندي كلها ممثلين، يعني زي ما قلت لك ان الممثلين كلها بتاخد مني لبس ولعيبه الكوره كلها، فهم طبعا محتاجين خامات من بره، وفي خامات هنا برضو كويسه، يعني في خامات هنا في مصر كويسه واجيبها، بس انا محتاج خامات من بره يعني ان شاء الله. ودي الحاجه اللي انا بلع يعني ايه، يعني بجهز لها اليومين دول، بتسعى ليها يعني. اه اللي انا اجيب قماش من بره ان شاء الله، اصدر قماش من بره. طب بقى علاقتك واختلاطك بالنجوم والمشاهير من كافه المجالات، نما عندك احساس لا انا عايز ابقى نجم، عايز ابقى موجود على الميديا كنجم مثلا زي تخش افلام تخش مسلسلات، ولا لا انا بحب الكوره وعايز اكمل فيها؟ والله هو بصي، هو اللي ربنا عايزه طبعا بيكون حلو، احنا يعني ربنا اختار لي حاجه دي ما فيش زيها الحمد لله، بس انا فعلا المجال اللي انا فيه بتاع الكوره او بتاع اللي انا البس المشاهير ده مجال حلو الحمد لله. فكره بقى التمثيل والكلام ده والله ما بفكر دلوقتي، يعني مش بفكر في مجال التمثيل ده خلاص دلوقتي لسه يعني، بس يعني يعني نفسك في الحوار ممكن يحصل في يوم من الايام ولا حاجه؟ ممكن بس مش دلوقتي. انا كل ما اتصل على كابتن عماد عشان نظبط تفاصيل، انا بص انا جاي النهارده اشردك، كل ما اتصل عشان نظبط تفاصيل الحلقه الاقيه في لوكيشن تصوير مع نجم الفلاني مع النجم الفلاني، فانا حاسه ان هو في يوم من الايام هيبقى خلاص ممثل. والله ده حب الناس طبعا، بكلم طبعا اخويا وحبيبي طبعا استاذ جلال، كلمته اخر مره يوم ما كنت مخلص من الحلقه، فقلت له انت فين؟ قال لي انا موجود هنا، كان عندهم تصوير بتاع مسلسل حق عرب. رحت الصراحه استقبلني وقعدني معاه واتفرجت على مسلسلات، والممثلين كلها كانت قدامي، كان احمد العوضي وكلهم كانوا قدامي وكنت قاعد معاه في التصوير مبسوط انت بالحلقه طبعا دي؟ بصي طبعا اي حد في مكاني وفي المجال ده يعني انا وصلت للخطوه، انا اتبسط طبعا انا اقعد في وسط الناس دي واتكلم معاها واعمل لها شغل، وهم طبعا يتكلموا عليا بكل يعني بكل كلام جميل من قلبهم، فانا ده بيخليني اشتغل على نفسي اكتر واكتر، يعني لما حد مثلا يقول لي من الناس اللي مشاهير دول كلمتين حلوين انا اشتغل عليها اكتر واكتر. اه بالظبط، بتحمسني اكيد تقدر تدي وعايز بتحمسني توظف يعني مجهودك اكتر. اه السجل كل ما يشوف يقول لي انت ان شاء الله تبقى نجم وانت تشتغل على نفسك، انا ساعتها هو لما يقول لي كده زي مثلا الكابتن بيدعمك اكتر بيحمسني اكتر، بيخليني مثلا لا انا قلت مثلا هشتغل نفسي بكره، لا هشتغل نفسي من دلوقتي. تمام. طب عايزين بقى نرجع للبلوجر الجميله اللي بجد انا سعيده جدا بيها، ربنا يخليها حضرتك استاذه مرهان مسلمي، قولي لي كده في الختام حابه تقولي كلمه لكل من سندك ودعمك، تقولي له ايه؟ حابه اشكر والدتي جدا جدا جدا، هي السند والداعم الوحيد في الموضوع ده، عرفت انا بحب ايه فمشيت ورايا لحد ما سندتني في الموضوع ده، ورا هوايتي على طول تعباها معايا في اي تصوير اي سفر، هي المصوره بتاعتي، هي مديره الشغل بتاعي، هي موجوده على فكره معانا بره، مديره اعمالي، كل الشكر ليها بجد، كل سنه وهي طيبه طبعا عشان عيد الام، بجد كل سنه وانت طيبه، تاج راسي ودايما معايا وسنداني، هي اللي قالت لي انت كنت ماشيه كهوايه، لا احنا عايزين بقى نمشي كدراسه عشان يقولوا هاويه ودارسه عارفه بتعمل ايه. هي اللي دايما مشجعاني في شغلي ومشجعاني في دراستي، هتقولي انت هتكملي وهتقدري وهتحاولي، فاحب اشكرها واحييها واقول لها كل سنه وانت طيبه يا تاج راسي، كل عيد ام وانت معايا ومنوراني، هي السند والداعم ودايما في ظهري ودايما مشجعاني. نورتوني طبعا كابتن هشام، كابتن عماد هشام علام، والبلوجر الجميله نورهان المسلمي، نورتوني بجد في حلقه النهارده، وان شاء الله يبقى بينا حلقات تانية نوريكم نماذج جميله بجد شابه مصريه يفتخر بيها. كابتن عماد هيقول كلمه بس في السريع يا كابتن. عايز اشكر بس طبعا اخويا حبيبي طيب علي شمساه، لاعب قادم ومدرب، واشكر طبعا اخويا طبعا حبيبي الباشمهندس مصطفى الحياني ومحمود هشام طبعا اخويا وحبيبي، واشكر طبعا امي وابويا طبعا واصحابي اسلام وياسر وكل اصحابي. كل الشكر طبعا للكابتن الكبير الجميل كابتن هشام علام والد كابتن عماد، بجد انا بجد والله فخوره جدا بيه، وكل التحيه لوالدتك كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه ربنا يخليك، نورتوني وشرفتوني. والله شرفت والله. اعزائي المشاهدين يا رب تكون استفدتوا بحلقه النهارده واستمتعتوا بيها معايا، على امل اللقاء بكم في الحلقه المقبله بكل خير ان شاء الله. السلام عليكم.